بيبدأ المسلسل مع سيتومو اللي بتكون طالبة في كلية المحاسبة، لكن بيكون حلمها انها تشتغل في الاعلانات، وعلشان كده بتدور على وظيفة وبيكون مستنيها تحت صديقها فوبي اللي بياخدها بالعجلة بتاعته. وبتقول لنا سيتو انها منتظرة علاقتها بفوبي انها تقوى اكتر، بمعنى انهم يحبوا بعض وكده، لكنهم وقت ما بيكونوا ماشيين بالعجلة بيخبطوا في واحد راكب عجلة وبتقع سيتو. ولما بيسألها الولد ده عن لو كانت كويسة او لا، بيبان ان صاحبها اصلا فهمه تقيل وبيرد هو، وبيكون واقع عليها العجلة وبياخد وقت لحد ما بيستوعب وبيشيلها. فبيلاحظ الولد ان فستان سيتو ماسك في العجلة فبيروح يشده، وده بيسبب ان الفستان يتقطع، وده بيضايق سيتو وبتحاول تداري الفستان. ولما بيروحوا علشان مقابلة سيتو بيرنوا اصحاب فوبي عليه عشان يجي يلعب معهم بلايستيشن، وبيقول له صاحبه انه خسر قدام بنته ومش عارف يهزمها، وعايز صاحبه علشان يلحقه علشان يتعرف عليها لانه اتراهن معاها. ولكن لما بيقول له انه هيديله الاسلحه كلها بيوافق، وبيقول لسيتو انه هيروح يجيب لها فستان جديد. فبتقول له انه طيب جدا وبيسيبها وبيمشي. وعند الولد اللي بيكون اسمه جي وي بيوصل الكليه بتاعته، وبنعرف ان عنده اختبارات، وبيتصدم انه بيخرج من شنطته حاجات تخص البنات وكمان سي في خاص بسيتو، وبنعرف ان الشنط اتلخبطت لما وقعوا سوا. وفي نفس الوقت ده بتكون سيتو بتعمل مقابلة علشان تشتغل في شركة للإعلانات، ولما بيطلبوا منها أي حاجة مجهزة الإعلان أو سي في خاص بيها بتتصدم لما بتلاقي شنطة جي وي، وبسبب الملف اللي قدمته بالغلط ليهم مش بيقتنعوا بيها وبيرفضوا الشغل معاها. ونفس الموضوع بيحصل مع جي وي بسبب إن ورقه مش معاه، فبيخرج من غير ما بيعمل الاختبار، وبيتجمعوا مع بعض بفضل فوبي اللي بيرن على تليفون سيتو وبيعرف الموضوع، وبنعرف انه اصلا ساكن مع جي وي، وبيرجعوا الشنط لبعضه وبيمشوا. وبترجع سيتو لاصحابها وبيكونوا مصممين انها تكمل القايمه بتاعت الامنيات الخاصه بيها. وبتروح سيتو تحضر محاضره في الكليه، وبيحصل عطل في الشاشه فبتطلب الدكتوره انها تبعت لحد يصلحها، فبيجي جي وي وبتتفاجئ سيتو بيه، وبيكون واضح انه شاطر في الالكترونيات، وبنعرف انه اصلا مش المسؤول التقني لكنه بيحاول وبيشغله. وبيروح لسيتو بيقول لها على المفاتيح اللي جنبها وبياخدها وبيمشي. ولما بيروح بيقابل الدكتور بتاعه اللي بيقنعه يتودد للبروفيسور علشان يختاروا في المسابقة الخاصة بالفيزياء، لكن جي وي بيرفض انه يوصل للمسابقة والمشروع ده بالطريقة دي. وبيروح فوبي علشان ياخد سيتو علشان يتغد، وبيقول لها انه هيهتم بيها وبأكلها من الوقت ده لانه زمان كان مهمل فيها، وده بيفرحها جدا. وبيوصل لها رسالة ان عندها مقابلة لوظيفة تانية، واللي بتكون تاني يوم. وبيصمم فوبي انه يروح معاها، وبالصدفة بتشوف جي وي في محل التليفونات لما بتروح تغير شاشة تليفونها، وبيقدر يصلح تليفونه بكل سهولة، وبيطلب انه يصلح لها التليفون بنفسه. وبرغم انها شافت براعته في التصليح الا انها بتكون خايفة، لكن جي وي بيثبت كفاءته وشطارته في المجال ده. وتاني يوم بترن سيتو على فوبي علشان المقابلة، لكنه بيبقى بيلعب مع اصحابه ومش سامع التليفون، وبيكون واضح انه نسي موضوع المقابلة اصلا، وعلشان كده بتبعت له رسالة وبتمشي. ولما بتوصل وبتنزل من الباص بتتعرض للسرق، وبتتصل وبتطلب انها تأجل المقابلة ليوم تاني. ولما بترن على فوبي بيرد مكانه جوي، وبتقول له يعرف فوبي مكانها بسبب اللي حصل لها، وبيفصل تليفونها بعد ما بتقول له مكانها، وبيحاول يعرف مكان فوبي لكنه مش بيقدر يلاقيه، فعلشان كده بيروح لها هو وبيلاقيها مجروحة ومتبهدلة، فبياخدها لأقرب مستشفى وبينضف لها الجرح. ووقت ما بتكون في المستشفى بيجي فوبي وبيطمن عليها وبيشكر جيوي على مساعدته، وبياخد وصفة العلاج وبيروح يجيبه. وبتحس سيتو بالإحباط بسبب إهمال فوبي، وتاني يوم بتحكي سيتو لأصحابها على جيوي، وبيتصل بيها فوبي وبيعتذر إن نسي يبعت لها الوجبة بتاعتها، فبتقوله إنها مش معتمدة عليه أصلا، وبتقفل معاه لإنها متضايقة من إهماله. وبيروح جيوي الكلية وبيقابل الدكتور بتاعه هناك، واللي بيحاول يقنعه تاني بالمشروع لكنه بيرفض، والدكتور بيكون مصمم. وبتروح سيتو المقابلة اللي بتكون مأجلاها، وبتقابل جيوي في محطة الباص، وبيكون فوبي هو اللي طلب منه يروح لها لأنه مش فاضي. وطبعا جيوي راح بسبب إن فوبي هدده إنه هينزل الفيديو الخاص بتدريبه العسكري، فاضطر انه يوافق. ولما بيركبوا الباص بيتفاجئ بالدكتور بتاعه وبيسأله عن رأيه في المشروع، فبيقول له انه حاليا مرتبط بسيتو وهيفكر بعدين، وده بيصدم سيتو. وطبعا بيكون بيقول كده علشان يتهرب من الدكتور، ولكن بيحاول الدكتور انه يخلي سيتو تقنعه بالقبول بالفرصة دي، وبتحس سيتو بالذنب. وبيرجعوا يسمعوا مقاطع مضحكة، وبتكون خايفة تتسرق تاني لما بتنزل، وبعدها بتطلع علشان تتقدم للشغل، لكن المدير بيعرفها انه محتاج محاسب
مش مدير إعلانات وعلشان كده بيرفضها وبتحس بإحباط، علشان كده بتعزم جيوي على الغداء وبيروحوا ياكلوا وبيستمتع جيدو بلعبة معاها ومع الأطفال اللي بيكونوا في المكان، وبيبان إن فوبي متضايق من وجود سيتو مع جيوي وبيسأله لو هي جميلة، فبيبان إن جيوي معجب بيها بس على خفيف كده، وبتروح سيتو تحكي اللي حصل معها لأصحابها وبيكونوا عارفين إن جيوي وسيمه حلو وذكي بس بيكون مش اجتماعي، وبتروح تاني يوم عند دكتور جيوي وبتشوف زميلة جيوي اللي بتكون أكبر منه وبتوديها للدكتور وبيقول قدامها إنها حبيبة جيوي، فبتتصدم زميلته وبيبان إنها بتحبه، وبيروحوا للبروفيسور جيان وبتقدم له البطاقة بتاعت جيوي وبيطلب منها تديله الاختبار علشان يقبل إنه يدخل معاه في التيم، وده بعد ما بتقنعه بمهارات جيوي، وبتقابل فوبي وبيروح يشوفوا جيوي وبيقنعوه بالاختبار وبتساعده كمان وهو بيحل، وبعد ما بيخلص بيروحوا ياكلوا هما التلاتة، وبتحس سيتو إن فوبي مهمل ومش فارق له وجودها لدرجة إنه بيقول لها تشوف له حبيبة من صحابها، وبيستقل بيها وبيقول للنادلة إنها مش حبيب وإنها مش بتشرب، فبتشرب بالعند فيه وبتبان إنها متضايقة منه، وبيجي دكتور جيوي وبيقول إنها حبيبته وده بيصدم فوبي، وبترجع سيتو السكن وهي مش في وعيها خالص، ولما بيسأل على اللي قاله الدكتور بيحكي له جيوي وبيقول له إنه بيتجنب مشاعرها، فبيقول له فوبي إنه يفضل بعيد عنها، وبنعرف من أيام الثانوية أصلا فوبي بيكون جبان ومش حابب يعرف حد علاقته بسيتو، وتاني يوم بيتصل بيها مكتب للمحاسبة وبيقول إنهم استلموا السيرة الذاتية بتاعتها وعايزينها تحضر، ولما بتنزل بتلاقي فوبي تحت وبيصمم إنه يروح معاها لكنها بتكون متضايقة منه، وبيروح جيوي عند الدكتور جيان وبيقول له إن ده حاجة عادية وإنه يستاهل يبقى هنا وإنه بسبب تأخره بس على الاختبار ملحقش وإن ده عدل وعادي، فبيقتنع جيوي وبيدخل الفريق، وبتتقبل سيتو في الشركة كتدريب، ووقت ما بيكونوا في الكلية بتكون سيتو هتقعد بالأكل لكن جيوي بيلحقوا منها وبيسندها، وبتبهدلها أمها بسبب بعد السكن عن الشركة والشغل، وبتقولها إنها تكلم صاحبتها تأجر لها بيتها لكنها بترفض، وبتبدأ سيتو الشغل وبتثبت جدارتها فترة صغيرة وبتكون نشيطة لكنها بتتعب من المشوار البعيد وزحمة المواصلات، فعلشان كده بتصمم أمها على بيت صاحبتها وبتروح فعلا البيت وبتبدأ ترتبه وبتحط لمساتها فيه زي إنها تمنى البيت بشخصية كرتون هي بتحبها، وتاني يوم في الشغل بتاكل سيتو أكل وكل أصحابها في الشركة بيقولوا إن ريحته بشعة، وبتعرف بعدين إن المطعم أصلا اتقفل بسبب سوء الاستخدام والأكل غير صالح، وبالليل بتتصل عليها أمها وبتعرفها إن ابن صاحبتها هيجي ياخد حاجة من البيت والمهم تخلي البيت نظيف، لكن وقت ما بتكون قاعدة بتتفرج على فيلم رعب بتلاقي الباب بيتفتح وبتتفاجئ بوجود جيوي في البيت وبيكون هو ابن صاحبة أمها، وبتوعده إنها هتنضف البيت وفعلا بتبدأ تنظف وبيساعدها هو في التنظيف، وبيضطر إنه يبات بسبب الأمطار الشديدة، وبتتعرض سيتو لشوية مواقف محرجة بسبب لبسها وإنها كانت واخدة راحتها في البيت، لكن جيوي بيعمل نفسه ما شافش حاجة، ولما بتكلم أمها بتحكي لها بتكون أمها فري قوي وعايزاها تقعد مع جيوي لأنه وسيم وذكي وعايزاها تتجوزه، وده نفس رأي أم جيوي ولكنهم بيكونوا معترضين، وبالليل بيروح جيوي يكلم سيتو بيلاقيها تعبانة فبيجيب لها علاج علشان تاخده لكنها بيغمى عليها وبتتعب، فبيطلب لها الإسعاف، وبنعرف إن جالها التهاب حد في المعدة وعلشان كده فقدت الوعي، وبيبان قلق جيوي عليها وبيفضل مهتم بيها وبيجيب لها فطار وبيفضل معاها لحد ما بيطمن إنها كويسة، وبيكون ممنوع تاكل حاجة دسمة أو تقيلة، وبينزل جيوي علشان يجيب لها العلاج وكمان بيجيب لها توك علشان تلم شعرها، لكن بيجي فوبي بعد ما بيتعب في المواصلات، وبترفض سيتو إنها تعرف فوبي إنهم كانوا سوا في بيت واحد، وبيتضايق جيوي إن فوبي بيعامل سيتو كويس، وبيقابل فوبي صديقة سيتو وبيعرف منها إنها انتقلت ومشيت من السكن، وفي المعمل بنتعرف على شياو زميل جيوي اللي بيكون شايف دايما إن الدكتور جيانغ مفضل جيوي عنه وبيكون حاطه في راسه لكنه بيكون لطيف، وده لإنه هو عايز يثبت إنه هو أفضل من جيوي بس، وبينتقل جيوي للبيت علشان بيكون أقرب للحرم الجامعي القديم، وبتطلب منه سيتو إن هو ما يعرفش حد إنهم هيكونوا في بيت واحد، وبيقف فوبي في الكلية وبيشوف جيوي مع سيتو وكمان بيشوفهم وهم طالعين البيت سوا، وده اللي بيصدمه لكنه بيقرر يطلع يتأكد بنفسه عن سبب وجودها هناك، لكن لما بيروح بيلاقي سيتو وجيوي واقفين في الشارع علشان يجيبوا المفرش بتاع السرير اللي وقع وهم بينشروه، ففي وقت محاولة سيتو إنها تجيبه بتقع وبتحضن جيوي غصب عنها، وده بيضايق فوبي وبيبين إنه مش مهتم برغم إن جيوي بيحاول يشرح له، لكنه بيكون مصمم إنهم عايشين مع بعض وبيحبوا بعض وبيقول له إنه الأفضل يستقروا، فبتسأله سيتو عن طبيعة علاقتهم
علاقتهم وانهم بالنسبة له مجرد اصدقاء، وده مش الطبيعي بين الاصدقاء، فبيبهدل الدنيا اكتر وبيقول لها ان جيوي مناسب ليها وبيتمنى لها الخير، وده بيزعلها اكتر وبترفض تديله اي مبرر وبيمشي، وبتفضل هي تعيط وبتكون مقهورة من تصرفاته. وبسبب وجود فوبيا عندها بيأخره على التدريب بتاع كرة السلة بتاعته، وده بيعصب المدرب منه. وبتحاول سيتو تنسى وبتاكل بطيخ مع جيوي وبيحاول انه يخفف عنها. وتاني يوم عند جيوي بتظهر نتيجة الاختبار وبيكون جايب درجة اكبر من شياو، وبيحاول شياو انه يقول ان جيوي بيستخدم التليفون في المعمل، لكن بيسمح الدكتور بكده وبيستغرب افعال شياو. وبتروح سيتو لشركة تانية وبتكون في قسم الابداع والاعلانات، وبتفرح جدا وبتتصل بيها امها وبتعرفها انها جت عندها وهتقعد معاها، وكانت عايزة تعزم جيوي، لكن سيتو بترفض لانها عارفة امها عايزة ايه منها، وبتحاول تقنعها بالقعدة مع جيوي وانه ولد مهذب وجميل وهي مش خايفة عليه. وكمان هي استأجرت البيت وبتروح معاها البيت وبتتعرف على جيوي، وبتفضل تقوله ان سيتو مش مرتبطة وان الافضل يفكروا في موضوع الارتباط سوا وكده. وجيوي بيقول حاضر وبس، وكمان بيكون جايباله جوز علشان بيكون بينمي الذاكرة والعقل، وبما انه هيبقى عالم في الفيزياء فهيحتاجه. وبتقرر انها تعمل لهم اكلة بحبة البركة والجوز، وبرغم تعذير سيتو بانه ما يوافقش بيوافق، وبتقوم تعمل له الاكل وعند فوبي بيكون بيشرب وكمان سكران وبيفكر في كل اللي قالته سيتو. وبيشوف صاحبة سيتو لما بيتعرض لها واحد من الزباين بسبب انها كبت المشروب عليه بالغلط، فبيدفع له فلوس وبيسيبه وبيمشي وبياخدها معاه. فبتشكره شيان وبتقول له انها هترد له الفلوس، فبيقول لها انه شرب بسبب انه ما جابش نتيجه حلوه في الامتحان. وبتقول له شيان انها هتساعده في الدراسه مقابل اللي عمله معاها. وعند جيوي بيكون مستمتع بكلامه مع سيتو وبيحب لحظاتهم سوا، وهي بتعلمه ازاي يكسروا الجوز، وبتعلمهم امها طريقه تانية لتكسير الجوز، وبتعمل لهم الاكله وبياكلوا منها. وبيبان ان جيوي حبها جدا واستمتع بيها، وبتقرر امها انها تدخل تنام، لكن سيتو بتكون عايزاها تمشي وترجع بيتهم. وبتصمم امها على النوم وانها هتمشي تاني يوم. والصبح بتحاول تصحي سيتو بالعافيه، وده بيصحي جيوي وبيفطروا مع بعض، وبيفرح جيوي بوجودهم جدا. وفي المعمل بيتضايق الدكتور بسبب انهم جايبين جوز معاهم في المعمل، وده بيكون بسبب شياو اللي بيصمم ياخد من جيوي. وكمان بيتضايق بسبب ان جيوي مش مهتم بالتجربه، وبيقول لهم انهم لازم يركزوا على التجارب اكتر. وبتبدا شيان تعلم فوبي وبتقول له انه لو ذاكر كل اللي هي اديتهوله هتخليه يوصل لسيتو ويتكلم معاها، وفعلا بيبدا يذاكر. وبيرجعوا جيوي وسيتو البيت، وبتطلب ام سيتو ان جيوي يساعدها في تقطيع الاكل، وبتقول له انها محتاجه انه يقطع الجزر، وبما انه فيزيائي وبيحب الرياضه فبيجيب المسطره وبيقطع الجزر قد بعضه بالسنتي، وده بيضحك سيتو عليه. وبيفضلوا يحكوا مع بعض عن الدراسه والفيزياء، وبتقرر ام سيتو انها تاخدهم يلعبوا. وفي الاول جيوي مش بيكون عارف امها عرفت الاماكن ولا الالعاب دي ازاي، لكنه مع الوقت بيعرف يلعب وبيخسر ناس كتير وبيكسب فلوس وبيديها لسيتو، وطبعا ده بيبقى زي القمار كده وعندنا حرام، لكن عندهم عادي جدا. وبتكون ام سيتو فخوره بيه وبذكائه، وبتحاول تقربهم من بعض وتقعدهم جنب بعض علشان يتعودوا على وجودهم سوا، وبتقول لهم انهم شبه بعض وكل اللي هيشوفهم هيقول انهم بيحبوا بعض. وبتسالها سيتو لو هتمشي النهارده، فبتقول لها امها ان جيوي نفسه ما قالهاش امشي فمش هتتحرك من هنا. وبتتضايق سيتو من موافقه جيوي على كلامها. وتاني يوم بيصحوا وبيفطروا سوا، وبنعرف انهم رايحين الجامعه علشان تناقش الاطروحه بتاعتها، وعلشان سيتو يقابل الدكتور بتاعه. وبيبان ان جيوي قرب من سيتو اكتر بكتير، وكمان بقى يضحك ويهزر معاها. وقدام بيت جيوي بيشوف ام سيتو وبيعرفها على نفسه، لكنها بتعمل انها مش عارفه لانها بتعجب بجيوي اكتر منه وبتشوفه مناسب لبنتها. وبتسيب فوبي وبتمشي بحجه انها مشغوله، وبتيجي سيتو وبتاخدها امها وبتمشي. وبيسيبوا فوبي وبتقول لها انه ما كانش مهتم بيها من ايام الثانويه، وانها الاحسن تنفصل وتبعد عنه. فبتقول لها انها اصلا مش عايزه تتواصل معاه، وبتقول لها امها انها ترجع البيت بكره. وبتوصي جيوي على سيتو وانه ياخد باله منها. وتاني يوم بتقرر امها انها تخليها في بيت صاحبتها لانها دافعه الايجار كله، وبتخلي سيتو تمضي على عهد بانها هتفضل هناك علشان ما تتحركش من البيت، وبتهددها انها لو ما مضتش هتفضل قاعده معاها. فبتضطر سيتو انها تمضي، واول ما امها بتمشي بتجهز حاجتها وبتمشي من البيت على طول. وبيبان انها هتفتقد وجودها في البيت، وبتبعت رساله لجيوي وبتعرفه وبتعتذر له انها ازعجته الكام يوم اللي فاتوا. وبيبان ان جيوي متضايق، وبترجع سيتو للشغل ولنشاطها، وبيحس جيوي بالفراغ بعد ما سيتو مشيت، وبيفتكر
كل لحظاتهم في البيت سوا ومع أمها، لدرجة أنه بيفضل يعمل الأكل والجزء اللي أمها كانت بتعمله لكنه بيبوظه وبيلجأ للنودلز. وبترجع سيتو متأخر للسكن وبتقول لها المشرفة أنها بتأخر برا وده غلط جدا، فبتقول لها الأحسن أنها تاخد سكن خارجي. فبتقول لها سيتو أنه بسبب الشغل الإضافي، وبيبدأ فوبي وشيان يقربوا من بعض بسبب مذاكرتهم سوا، وبيظهر أن شيان معجبة بفوبي. وبتستقيل سيتو من الشركة الأولى اللي بتتدرب فيها، وبتكمل في الشركة اللي بتشتغل فيها في الإعلانات لأن ده اللي هي حابة تكمل فيه. وبيشوف جيوي سيتو في الجامعة وبيقرر أنه يروح معها مقابلة التعيين في الشركة، وبيفضل يبحث عن حاجات تخص الاختراعات وكمان كيفية عمل الأجهزة الإلكترونية. وبتخرج سيتو بيوصلها للسكن وبتشوف المشرفة وبتفتكر أنه عايز يبيع المنتجات بتاعته، لكنه بيكون مستني الدكتور جيانغ. وبنعرف أن المشرفة تبقى مرات جيانغ. وبتتقبل سيتو في الشركة وبيتصل عليها جيوي وبيقول لها أن أمها جاية، فبتقرر تنقل للشقة تاني. وبتروح معها شيان وبيحضر جيوي البيت، لكن لما بتوصل بيقول لها أن أمها قررت ما تجيش، فبتقول لها صاحبتها أنها تصبر لأن في حد جاي. وبنعرف أنه فوبي، وده بيضايق جيوي جدا. وبيقعدوا ياكلوا وبيشربوا وبيسمعوا فيلم رعب كمان. وبتحاول سيتو تضايق فوبي وبتقول أن البيت بيتهم، وده فعلا بيضايقه. وبيفضل يشرب لحد ما بيسكر وبيشوف شيان على أساس أنها سيتو، فبيقرب منها، لكن لما بتشوفهم سيتو بتتضايق جدا لدرجة ان الكوباية بتقع منها وبتتصدم. فبتحاول شيان تبرر، فبيقول لها جيوي انهم لازم يرجعوا، فبتاخدوا شيان وبتمشي. وبتقعد سيتو مكانها وبتزعل، وبتعرف سيتو انه من زمان فوبي ما كانش ينفع لها وما كانش بيحبها اصلا. وتاني يوم بيقول لها جيوي انها ما ينفعش تمشي بسبب انها ما نظفتش البيت ولا الحمام، وانه هيجيب حد يرتب الحمام علشان الصرف، وانها لازم تكون موجودة لانه مش هيبقى موجود. وبيفضل جيوي قاعد معاها وبينزلوا يجيبوا اكل من تحت وبيكونوا منسجمين مع بعض. وبيقرر جيوي يجيب انسان آلي علشان ينظف الارض لوحده. وبعد ما بيرجعوا بياكلوا وبيفضل جيوي يفكر في اسباب يخلي سيتو معاه في البيت، وكمان امها دفع الام ايجار سنة كاملة. وبيوصل طرد الجيوي وبيكون عبارة عن العقد اللي كتبته امها، وبتقوله يحتفظ بيه ولو هي رفضت تقعد يعرفها وهي هتيجي، فبتوافق تفضل في البيت. وبيطمن جيوي لما بيلاقي شنطتها وبيحاول يخبي العقد علشان هي ما تاخدهوش. وتاني يوم بتتقابل سيتو مع شيان وبيكونوا مختصرين الكلام مع بعض. وعند جيوي بيحاول زميله يقنعه يطلع معهم الرحلة اللي هتكون في الجامعة لكنه بيرفض. وعند سيتو صاحبتها لولو بتشاور لولو الواحد وبتفتكر سيتو انه جيوي وانه حبيب لولو، لكنها بتتفاجئ ان هي تقصد زميل جيوي اللي بيبقى اسمه اكي. وبتعرفه عليها وبتقول لها سيتو عن جيوي، وبتقول لها صاحبتها على الرحلة، فبتوافق، وده اللي بيخلي جيوي يتراجع ويوافق انه يروح، وده اللي بيصدم اكي منه. وعند فوبي بيكون حاسس بالذنب ومتضايق ومش مركز في اي تدريب، ولما بيعرف انها رايحة الرحلة بيقرر انه يروح. وبيقضوا سيتو وجيوي وقت حلو مع بعض وبيلعبوا سوا وبيهزمها جيوي، وبيكونوا مقسمين كل حاجة سوا وبيروحوا كلهم الرحلة مع بعض. وبتضايق سيتو بسبب وجود فوبي معاهم، لكنهم بيركبوا وبيوصلوا هناك وبيبدأوا يحطوا الخيم ويجهزوا الأكل ويتصوروا ويلعبوا سوا. وبتقول شيان لسيتو انها بتحب فوبي وانهم يتنافسوا عليه، لكن سيتو بتقول لها انها مش بتحبه وانها تخليه هو يحبها لانها طلعته من دماغها. وبتلعب سيتو مع جيوي بالطيارة، ولما بيقطع لها بتتعصب منه وبيفضلوا يجروا ورا بعض، وده بيضايق فوبي وبينقلها كواقع وبيجيبها لها لحد عندها، وده نفس اللي بيعمله فوبي. وبيقضوا اليوم بانهم بيولعوا العاب نارية وبيغنوا كمان وبياكلوا، وبيكون واضح غير جيوي على سيتو. وبيروح جيوي يسأل فوبي عن علاقته بشيان صاحبة سيتو، وبيقول له انه عايز يعرف حقيقة مشاعره لسيتو، فبيقول له فوبي انه ملهوش علاقة وانه اكيد مش هيقع في حبها، فمش بيرد عليه جيوي. وبتتلسع فوبي في النار، فبتقول سيتو لشيان تروح وراه، وفعلا بتروح وبتعالجه. فبيتأسف لها على اللي حصل لما كان سكران، وبتقول له انها مش متضايقة وانه لازم ينجح، فبيوعدها انه هينجح. وبيقول لها لو هو بيحب حد وكان خايف يعترف وتضيع منه يعمل ايه، فبتقول له يقول لها ولو هي عايزاها تقبل ولو مش عايزاها ترفض ويحب غيرها عادي. وبالليل مش بتعرف سيتو انها تنام، فبتقوم تقعد بره وبتتصور مع جيوي اللي بيروح يقعد معاها وبيصطادوا جمبري وكابوريا صغيره جدا وبيقعدوا علشان يشووها. وبسبب قله العدد بيقول جيوي انه مش بيحب الجمبري وانه عنده حساسيه علشان هي تاكله. وتاني يوم بيمشوا مع بعض وبيسوق جيوي وبيكون مهتم بتفاصيل سيتو. ولما بيرجعوا البيت بيقرر جيوي انه يسمي الانسان الالي دائره. وبتروح سيتو للشركه وبتبدا اول يوم تدريب، وبتتعرف على واحده صاحبتها
حضرتها من أيام الثانوي وبتكون متدربة معاها برضو. وعند جيوي بيقرر يساعد تشي صديقته في المعمل علشان تخلص الأطروحة وتفضل التجربة بتاعتها، وبيفضل لوقت متأخر في المعمل، وده اللي بيخلي تشي تقرب منه وتعجب بيه، وبيروح فوبيل سيتو علشان يروحها بعد ما بيعرف إن هي اتجبرت تبقى عند جيوي بسبب أمها، وبتتعرف عليه زميلتها، وبيبان إنهم كانوا مرتبطين في الثانوي وإن أبوه رفضها وبعدها عنه، وبترن سيتو على جيوي وبتتضايق لما بتعرف إنه هيفضل بره البيت. وتاني يوم بتخلص تشي أطروحتها وبيبهدل الدكتور جيوي علشان نايم في المعمل، لكن تشي بتدافع عنها وبتقول إنه ساعدها في الأطروحة وخلص تلتها تقريبا، وعلشان كده بيسمح له يرجع وينام ويرتاح. وفعلا بيرجع، وبتتضايق سيتو لإنها بتفتكر إنه لسه مرجعش، لكنها بتفرح لما بترن عليه وبتسمع تليفونه جوه، وبيروح فوبي يقابل أبوه اللي بيعرفه على سكرتيرة جديدة ليه، وبتكون في عمر فوبي أصلا، وبيبان إن أبوه جايبها علشان يتسلى معاها مش علشان شغل، فبيتضايق فوبي وبيهاجم أبوه، وده بيعصب أبوه وبيخليه يشتمه ويتعصب عليه، لدرجة إنه بيضربه وبيقوله إن أمه هجرته وهو صغير، وإنه ما كانش بسببه هو، لأ ده كان بسبب إنها طماعة وبتاعت فلوس. ولما بيحاول يضربه تاني بيمسك إيده وبيقوله إن في ناس هتكون معاه حتى لو معهوش أي فلوس، ومش كل الناس ماديين زيه. وعند جيوي بتصحيه سيتو علشان ياكلوا ويتفرجوا على فيلم رعب، ووقتها بيخبط حد على الباب، وبتتفاجئ بفوبي قدام الباب وبيطلب من سيتو انهم يتكلموا، وفعلا بيقفوا يتكلموا تحت، وبنعرف انه حاول يتأسف لها لكنها بترفض، وده بيخلي فوبي يحضنها ويقول لها تديله فرصة انهم يرتبطوا، فبتقول انهم مش مناسبين لبعض وانها كانت غلطانة لما كانت بتديله مبررات زمان، وبتحاول تهديه وتبعده عنها، الا انه بيحاول يقرب منها غصب عنها، فبترميه بعيد وبتسيبه وبتمشي، وده اللي بتحكيه لجيوي، وبيخاف لا يكون ضربها او اذاها، لكن سيتو بتقول انها هي اللي بعدته ورفضته فبيفرح، وده بتستغربه سيتو جدا، لكنه بيلحق نفسه بيقوم وبيبان عليه انه مرتاح جدا وفرحان، وبترن شان على فوبي وبتاخده وبتعقم له خده، وبتعرف ان ابوه هو اللي عمل كده، وبتعترف شيان بانها بتحبه وبتطلب منه فرصه علشان تفضل معاه، وبيقول لها ان سيتو رفضته وبيقول لها انه جبان وخجول، لكن هي بتقول له انها مش شايفاه كده وبتشوف انهم مناسبين لبعض. وفي شركه سيتو بيدوا عرض تعمله هي وجي ار زميلتها علشان اعلان في الشركه، وبتاخد اجازه وبتروح مع صاحبتها لطباعه الاطروحه بتاعتها، وبيبان غيرتها لما بتشوف تشي مع جيوي، وبتقول لها شيان ان فوبي رفضها لما اعترفت له، ولكنها مش هتيأس، وبيرن جيوي على سيتو وبيقول لها ان امه جايه وانها عازمها على العشاء، وبيبقى واضح عليها التوتر والخوف حتى وهم في المطعم، وبيكون واضح ان علاقه جيوي مش قويه قوي بامه، لكنه بيكون بيحبها وبيحترمها، وبتصمم امه تجيب له جمبري، لكنه بيقول لها ان عنده حساسيه منه علشان سيتو ما تحسش، وبتستغرب امه لانه كان بيحبه جدا، وبتقول امه لسيتو انها عزمتها معاهم علشان تتعرف عليها وكمان علشان تكون معاها لانها مش هتعرف تتعامل مع جيوي لوحدهم. وتاني يوم بيكون عيد ميلاد سيتو وكانوا اصحابها عايزين ييجوا، لكن بترفض بسبب ان جيوي مش عايز اعداد كتير، لكن لما بيجوا بيوافق علشان عيد ميلادها، وبيبداوا يعملوا عيد ميلاد ليها وبيحضروا الزينه وبيتعاونوا كلهم مع بعض وبيكونوا فرحانين جدا، وبيرفض فوبي انه يروح لعيد ميلاد، وبيفضلوا يتصوروا ويلعبوا مع بعض وبيكونوا مبسوطين جدا، وبيبان الاعجاب على جيوي وسيتو، وبيفضلوا يشربوا كتير لدرجه ان اغلبيتهم بيكونوا سكرانين ومش عارفين يتحركوا. وبعد ما بيمشوا كلهم وبتنضف سيتو البيت بعد الحفله، بتحاول تصحي جيوي لكنه مش بيصحى فبتسيبه، وبيقوم بالليل ولكن مش بيكون في وعيه، وبتقوم سيتو بتلاقيه صاحي فبتحاول تدخله اوضته لكنه مش بيكون واعي وبيقرب منها، وبتتصدم من اللي بيعمله لكنه مش بيكون فايق ولا واعي، وكمان تاني يوم مش بيكون فاكر اي حاجه خالص، وبيسالها لو عمل اي حاجه او حصل حاجه، فده بيزعل سيتو بسبب انه مش فاكر. وعند فوبي بيحاول يذاكر مع شيان وبيقول لها ان المواعده ليها 3 قواعد، هي انهم ياكلوا ويشربوا ويتفرجوا على فيلم سوا، وبتوافق شيان وبيتفاجئ بجمالها، وبيخرجوا وبيلعبوا سوا وبيستمتعوا بالوقت، لكنها بتزعل لما بتلاقي انه جايب لها اللعبه اللي بتحبها سيتو، ولما بيغلط في اسمها وبيقول اسم سيتو. وعند سيتو بتتعصب عليهم المديره المسؤوله عنهم لانها مش بتكون راضيه عن شغلهم وانهم خسروا اعلام بسببهم. وعند جيوي بيبان عليه اعراض تعب فبيطلب منه الدكتور يرجع البيت، وبيروح فوبي لشغل سيتو، وبتصمم جي ار اللي بتكون عارفه فوبي انهم يروحوا يتغدوا سوا، وبسبب اصرارها فبتوافق سيتو، وبيحاول انه يعتذر لها فبتقول له انها نسيته وخلاص، وبتتمنى انه ما يعملش شيان بنفس الطريق. ولما بترجع البيت وبيعرف جيوي بانها كانت معاه بيتضايق وبيبان الغيره عليه، وتاني يوم بيبان عليه انه متعصب، وده اللي بيلاحظه الدكتور
دكتور وشياو كمان، فبيحكي لهم على اللي حصل وانه متضايق بسبب تواجدها مع حبيبها القديم، فبيحاولوا يدوله نصايح لكن نصايح شياو بتكون كارثيه، فبيقول له الدكتور انه هيديله الحل وهو ماشي، وبيكون عباره عن كتاب ازاي يتعامل مع حبيبته. ولما بيرجع بترن تشي عليه وبتطمن عليه، ولما بتسمعه سيتو بتتضايق من كلامه معاها وبتكون تعبانه بسبب حاجه خاصه بالبنات، فبيحاول يشجعه وبيقول لها انها قويه زي ما مكتوب في الكتاب، وبتستغرب جدا لكن بتعديها. وبيروح جيوي للدكتور بتاعه بيقول له انه عمل كل اللي في الكتاب ولسه ما جابش نتيجه، وبيجي زميله شياو بيحس ان الدكتور مفضل جيوي عنه، فبيقول له الدكتور الموضوع وانه اداله كتاب علشان يساعده مع حبيبته، لكنه مش بيصدق وبيصمم ياخد نسخه تانيه منه اللي بتكون مع مراته، وبتيجي وبتجيب له الكتاب وبتديهم دروس في الحب، وعلشان كده بيفضل جيوي يبحث ازاي يكتب قصايد حب وازاي يعبر عن حبه. وتاني يوم بيوريها للدكتور جيانغ وشياو وبيعجبوا بيها جدا، وتاني يوم بيكون الكهرباء قطع فبيكون اجهزه التدفئه مش شغاله، وده بيتعب سي تو، وبترن على جيوي علشان يجيب لها حاجه تتدفى بيها، لكن لما بيقول لها انه تحت البيت وان السما بتنزل تلج بتتحمس لانها كان نفسها تشوف التلج، وبتنسى البرد وبتنزله، ووقت قعدهم تحت التلج بيديها الورقه لكنها بتكون ورقه ملاحظاته، وبتكون عباره عن معادله وحوار هو بيكون قاصد بيها حاجه لكنها طبعا مش بتفهم. وبيروحوا يجيبوا شويه كستناء او ما يسمى ابو فروه، وبيرجعوا البيت وبلفت حنونه من جيوي بيقلع الجاكيت وبيديه لها، وكمان بيكون جايب وسائد التدفئه وشمع، وبيتصل بيه الدكتور وبيقول انه الاحسن يشرح لها الموضوع بالرياضه بما انها في قسم المحاسبه، وعلشان كده بيكتبها لها بالرياضه المعقده لكنها اصلا مش بتعرف تحلها ومش بتهتم، فبيقول له شياو انها واضح انها مش بتحبه، وده بيخليه قلقان طول الليل، واول ما بتيجي الكهرباء بيشغل لها التدفئه، وبينزل يعمل لها رجل تلج زي ما هي كانت بتحلم. وتاني يوم بتروح شي زميلته المعمل وبتكون واضح انها مهتمه بيه، وبتخاف عليه لما بتلاقيه سخن وتعبان، وبتصمم توديه المستشفى لكنه بيرفض، وبيقول لها انه هيريح شويه وهيكون بخير، وعند فوبي بيكون متعصب ومتضايق، وده بتلاحظه شيانا وبتحاول تهون عليه. وعند سي تو بتقرر المديره بتاعتها انها تاخد كذا نوع من العصاير علشان تقارنها مع المنتج اللي هيعملوا عنه اعلان، فبتاخدهم سي تو علشان تجربهم وتكتب تقرير، وبتتصل على جيوي لما بتعرف بتعبه فبتقرر انها تجيب له علاج، وبيتفاجئ جي بوجود شي عنده وبتجيب له التقرير بتاعه اللي مخلصوش، وبيبان انه متضايق منها لكنه بيسمح لها تدخل. ولما بتوصل سي تو بتتفاجئ بيها وبتتضايق، وبتصمم سي تو تديله الدواء بعد ما بيرفضه من شي، وبيصمم جيوي انه يخليها تحط العصير في التلاجة، فلما بتحطها بتلاقي رجل التلج ساح اصلا ومش موجود ومش بيرضى انه يعرفها، وبترن سي تو على شيان علشان تيجي تساعدها في عمل العصيدة علشان جيوي، فبتقرر انها تاخد معاها فوبي علشان يتصالح مع سي تو، وعلشان كده بتروح وبتخليهم ينزلوا يجيبوا الرز سوا وبتديهم مجال يتكلموا، وفعلا بيفتكر فوبي ذكرياتهم في الثانوي، وبتكلم ام جيوي وبتقول لها انه بيخاف من الحقن والاحسن تديله العلاج وتاخد بالها منه من غير اي مستشفى، وبتساله لو هو بيحب شيان فبيقول لها انه ما يعرفش، فبتتعصب عليه وبتمشي. ولما بترجع بيتضايق جيوي بسبب انهم خرجوا سوا، وبيطلب منها تعرفه وقت ما اصحابها ييجوا البيت، وبيبان ان سيتو زعلانه. وتاني يوم بتعمل له العصيده وبتحاول تشوف هياكل ايه على الغدا، فبيقول لها انه هيطلب اكل جاهز، وبيروح فوبي للامتحان وبيكون بيفكر انه مش هيدخل، لكن بيلاقي شيان قدامه ومحضره كل حاجه تخصه وعارفه لجنته كمان، وبتوصيه انه ما يغزلهاش ويحل كويس، وفعلا بيدخل الامتحان وبيحل. وعند سي تو بتكون بتجرب العصير كله وبتتفاجئ بتشي قدامها وهي جايبه طرد الجيوي واللي بيكون عباره عن ميكروسكوب، وبيتجاهل وجود سي تو وبيقعد مع تشي وبيروح ياكل معاها، ومش بتوافق سي تو تقبل دعوة تشي لان جيوي اصلا ما عزمهاش، لكن جيوي مش بيرضى يكمل الاكل، وبيروح لسيتو وبتكتشف من الطرد ان هو نقل للحرم الجامعي القديم وانه مش محتاج يقعد في الشقه، لكن ده بيكون معناه انه عايز يفضل معاها. وعند شيان بتعترف بحبها تاني لفوبي، فبيقول لها ان هو وسيتو كانوا اصحاب عاديين ومفيش حاجه بينهم، وانه ما بقاش معجب بيها، وانه بسبب قربها منه وحبها ليه اكتشف انه محب سيتو وبيرتبطوا سوا. وعند سيتو وجيوي بتكون متضايقه منه
منه وبتوقع المج الخاص بتاعه وبتتكلم عن جي من غير سبب، فعلشان كده بيتخانقوا وبيتخض جيوي لما بتيجي دائرة تلم الإزاز فبياخدها وبيصلحها. وتاني يوم بتتقابل جي مع سيتو في الكلية وبتقولها جي إنها معجبة بجيوي وبتتمنى تكون هي وهو مش مرتبطين، فبتقولها سيتو إنهم مش بيحبوا بعض وده بيسعد جي جدا. ولما بتشوف سيتو جيوي بتاخد بعضها وبتمشي وبتنسى الكارنيه بتاعها وتليفون صاحبتها، وعلشان كده بيرن عليها وبيقول لها انهم معاه في المعمل فبتروح تجيبهم. وبتلاقي تشي وجيوي داخلين اوضه وبتساله لو هي لطيفه، فبيقول لها انها لطيفه جدا فبتزعل وبتمشي، لكنه بيكون قاصد القطه بتاعه شياو وبيتكلموا بالعافيه وبتاخد منه الحاجه وبتمشي. وبيقرر جيوي ينظف المعمل علشان يتاخر ويجيب سيتو معاه، وبيتقابل مع فوبي وبيساله لو هو قال لسيتو على علاقته بشيان، فقال انه وضح الموضوع ليها وبيقول له انه ما ينفعش يدلع سيتو تاني وبيقول له انه بيحبها. وبيعرف ان سيتو اصلا رجعت البيت وبيكون جايب لها هديه معاه، وبنعرف انها عباره عن مج بدل اللي اتكسر وبتفرح بيه جدا، وكمان بيخليها تشوف العصير تحت الميكروسكوب. وتاني يوم بيرجع الميكروسكوب للمعمل وبيطلب منه شياو انه ياخد القطه يومين لانه ما ينفعش يوديها السكن. وبتتكلف سيتو بشغل باعلان مع ممثل شاب وبتكون جي ار معجبه بيه وبيشوف جي ويفو بيه وبيسأله على اللي بتعمله سيتو وبيقوله انها بتغير من زميلته. وبعد ما كان رافض موضوع القطة بيوافق بيها علشان سيتو، وفعلا لما بتشوفها بتفرح بيها وبتنسى زعلها منه نوعا ما. وبنعرف ان جيوي اصلا عنده حساسية من القطط ومش عارف يتعامل معاها، علشان كده بتاخدها سيتو لأوضتها وبتسميها كمان، ومش بيكون عارف يقرب منها بسبب القطة وبيكون خايف من ان القطة تأذي سيتو. وبتحاول سيتو تهزر معاه وتقول ان القطة عايزة تبوسه لكنه بيرفض، فبتقول انها مش هتعمل كده بدل عن القط وان هو عمل كده لما كان مش في وعيه. وبيحاول يفتكر لكن مش بيفتكر حاجة نهائي، فبتحاول سيتو تفكره باي حاجة لكنه مش بيفتكر، وده بيعصبها اكتر منه لدرجة انها بتخليه يشرب كتير وبتقرب منه علشان يفتكر. فبيقرب منها على امل ان في حاجة تحصل، فبتقول له اتمنى تكون افتكرت، وبتبعده وبتمشي. وبتتوتر سيتو وبيقرر الدكتور جيانغ انه ياخد قطة شياو يطعمها لانه الوحيد اللي فاضي بينهم. وبتشتغل سيتو على الاعلان الجديد هي وجي ار، وبتكتب مواصفات جيوي وحلاوته وجماله، وبيروح جيوي لسيتو علشان ياخدها من الشغل، وبالصدفه بيشوف المواصفات اللي كاتبها عنه وبياخدها للملاهي علشان يقول لها انه معجب بيها زي ما جيانغ بيقول له. ولكن بيتحول الموضوع لفوضى لما بيركبوا لعبه العربيات وبتتبهدل من الخبط، ولما بيجي يقول لها بيتصل بيه جيانغ وبيعرفه ان القطه تعبت بعد ما اخذت التلقيح، فبيروحوا ليها. وبيرجعوا البيت وبيدخل ياخد دش، ولما بيطلع بيلاقي سيتو نايمه فبياخدها علشان ينيمها في سريرها لكنها بتنام على ايده، وبيفضل قاعد لحد ما بتتحرك وبعدها بيقوم بهدوء علشان ما يصحيهاش وبيغطيها وبيخرج. وتاني يوم بيعمل لها الاكله اللي بتحبها برغم انه بيكون قرفان من ريحتها، ووقت ما بيكونوا بياكلوا بتساله سيتو فجاه لو كان بيحبها، وده بيصدمها هي شخصيا وبتحاول تغير السؤال وبيتوتر جيوي، فبيصدمها جيوي وبيقول لها انه بيحبها وبيسالها لو هي بتحبه، فبتقول له انها بتحبه وبيكونوا فرحانين جدا، وهي مش مصدقه انهم اعترفوا لبعض. وبتقوم تختار لبس علشان تروح الشغل، وجيوي بيكون سرحان وسايب الميه تغرقه وهو مش حاسس اصلا، والاول مره سيتو تحط ميك اب وتهتم وبتقول له انها ماشيه وهو مش بيهتم ولا بيقول لها حاجه، وبيكون من التوتر مش عارف يقول لها ايه اصلا، لكنه بيكون لاحظ انها حطت ميك اب وان شكلها جميل جدا لكن مش بيقول، وحتى مش بيبعت لها رساله. وبيروح جيوي وبيقول لجيانغ وشياو انه اعترف لها النهارده ومعرفش يقول لها امبارح، وبيقول لهم جيانغ ان التجربه اللي عملوها هيطلعوا منهم اتنين لالمانيا علشان يمثلوا الفريق بتاعهم، وعلشان كده هتكون تشي اول واحده وواحد منهم، وعلشان كده هيعمل اختبار هو اللي هيحدد اللي هيسافر معاها. وبتتطور علاقه فوبي وشيان وبيقربوا لبعض اكتر، وبيعرف انها عايزه تدخل امتحان التخرج وانها ما قالتلوش علشان ما تجبروش على المذاكره، وده بيسبب زعل بينهم لانه كان حابب المذاكره لانه معاها مش علشان مجبر. وفي المعمل بيقول شياو قدام تشي ان جيوي اعترف لحبيبته وانه واقع في الحب، فبتتصدم تشي وبتساله مين حبيبتك، فبيقول لها سيتو، وبيبان الزعل عليها وبتزعل سيتو ان جيوي ما راحش خدها من قدام الشركه، لكنها بتفرح لما بتلاقيه في محطه الباصات. وبيعرف فوبي من جيوي انهم بقوا مرتبطين
عند الوقت وبيكون عامل لها جيوي عشا رومانسي، وبيكونوا فرحانين وبيقربوا من بعض مع الوقت، وبتتصل شيان تحكي لها على اللي حصل مع حبيبها، فبيتضايق جيوي وبيسيب لها الصلاة علشان تتكلم براحتها. وتاني يوم بيكون سيتو في مكان تصوير الإعلان، وبيوصل الممثل اللي بيكون صغير في السن، ومديرة أعماله مغرورة وصارمة جدا. وعند جيوي بيعدل على الدائرة وبيخلي فيها رد آلي علشان اللي يكلمها ترد عليه بما إنه عالم وكده، وبتحاول مديرة أعمال الممثل تقلل من سيتو لأنها متدربة، لكنها مش بتهتم وبتعمل شغلها كويس. وبيبدأوا تصوير الإعلان وبتاخد أكلها في البريك، وبتقعد تاكل مع الممثل بما إنه بيقول لها تاكل فين لأنها أول مرة تحضر تصوير، وبتشوف رسالة من جيوي وبترد عليه وبيشوفها محتاجة حاجة أو لأ، فبتطلب منه يجيب لها ظرف في أوضتها، وده طبعا علشان تشوفه. وفعلا بيروح هناك وبيكون لابس وحلو كده، فبتشوفه مديرة أعمال الممثل فبتطلب منه لو هيفكر في إنه يبقى ممثل أو وجهة إعلانية يكلمها، لكنه بيرفض وبيروح يجيب لسيتو قهوة وبيخليها تنام على كتفه علشان بيبان عليها الإرهاق. وبيجيلها اتصال وبيطلبوها في الموقع، وبيكون في مشكلة بإن الجاكيت بتاع الممثل اللي هيلبسه مش مقاسه، فبتفكر وبتروح تاخد البلطو بتاع جيوي وبتوديه للممثل، وبيبان إنه على جيوي أحلى طبعا. وبيتصدم جيوي لما بيلاقيه لابس البلطو بتاعه، ولما بتحس إن الجو برد بتاخد جاكيت الممثل وبتوديه لجيوي وبتعتذر له وبتدخل، وبيشوف الممثل الصورة اللي بتكون في الظرف واللي بتكون كاتباه جي آر علشان يمضي عليه، وفعلا بيمضي عليه وبتاخد البلطو وبتروح تلبسه لجيوي وبتفهمه الموضوع، وبيتضايق من كلامها مع الممثل جدا، وبيروحوا يعملوا شوبينج وبيقضوا وقت حلو مع بعض. وكمان بيدخلها لعبة للأطفال والآباء، ولما بيجيب طفل أمه مش معاها فلوس تلعبه، فبيستأذن منها ياخده لأن حبيبته عايزة تدخل تلعب ولازم يكون معاها طفل علشان يسمحوا ليها. ولما بتتأكد الأم من كده بتوافق إنها تديله ابنها، وفعلا بيدخلوا وبيفرحوا جدا باللعب وبيقربوا لبعض أكتر، وبيطبعوا صورتهم مع بعض وبيروحوا ياكلوا كمان، وبيكونوا ناويين يكملوا سهرهم لما يرجعوا البيت، لكن بيتصدموا بشيان قدامهم وبتشكلها من فوبي. وبيتضايق جيوي لما بيعرف انها هتبات معاها وهي مش بتعرف تنام، فبتروح تشوف جيوي وبتلاقيه بيشرب قدام التلاجة، فبتروح تقف معاه وبتكون هتقع، فبيمسكها وبيسندها وبيقربوا من بعض كده، واستغفر الله يعني ملناش دعوة يا مهي. وبيرن جيوي على فوبي وبيقول له حبيبتك عندنا وبيت هنا ولازم يجي ياخدها الصبح، والصبح بيصحوا وبيفطروا مع بعض، وبيكون عند شيان امتحان التخرج، وبتنزل وبتتفاجئ بفوبي تحت لكنها بترفض انها تركب معاه، فبتصمم تركب تاكسي لكن الوقت بيكون زحمة جدا وبتتعطل، فبياخدها فوبي من التاكسي على الموتوسيكل وبيقول لها هيوصلها اسرع وبيتصالحوا. وجيوي وسيتو بياكلوا وبيشربوا وبينزلوا يلعبوا كرة طاولة، لكن جيوي مش بيبقى عارف يلعبها وكمان بيشوفه متزلج ومش بيعرف يلعب زيه، ولما بيروحوا بيتفرجوا على التلفزيون وبيناموا وهم قاعدين. وتاني يوم عند جيوي بتوصل بنت بتكون عملت الدكتوراه وبتكون زميلتهم القديمة في الكلية واللي هتساعد الدكتور في التجربة، وبيروح جيوي يتعلم لعبة الطاولة من فوبي، وبيبان ان الممثل معجب بقدرات سيتو، لكن لما بيعرف ان عندها حبيب بيسكت. وبتفرح سيتو لما بتلاقي جيوي جالها عند الشركة وبيسألها لو هي والممثل مقربين لبعض، لكن بتقول له ان اللي بينهم شغله بس وانه كمان غيور، فبيرضيها بشوية قرب كده من خدها. وبتروح سيتو البلدة بتاعتهم في اجازة بداية السنة، وبيروح جيوي كمان عند اهله وبيبان انهم مفتقدين بعض لكنهم بيكون غصب عنهم، وبيفضلوا على مكالماته وبتصور له كل حاجة بتحصل حتى الأكل وبيبان انشغالها، وده بيلاحظوه أمها وأبوها. وبنعرف إن أبو جيوي بيشتغل في إنه يرجع التحف الأثرية لطبيعتها ويعيد تدويرها، وده بيكون من هوايات جيوي. وبيكون بيكلم سيتو مش بترضى تفتح الكاميرا، وبتقول له إنها لابسة لبس حلو وجميل ومثير، لكن أمها بتيجي تفضحها وتقول لها إن شعرها بشع وإن لبسها بقى متوسخ قوي، وبيكون منظرها ما يعلم بيه إلا ربنا يعني. وبيتصدم أبو جيوي لما بيعرف إنه عايش مع سيتو، وبيعترف قدامهم جيوي انه بيحب سيتو، وبتولع سيتو العاب ناريه وبتسمعها لجيوي وبيحتفلوا سوا. وبعد فتره بتتكلف سيتو ببحث وتقرير بيكونوا بنوع ملف معين، فبتطلب مساعده من جيوي وبيقول لها تقعد على السرير لحد ما يخلص، وفعلا بتقعد لكنه بيطول فبتنام مكانها، وبيحاول جيوي يصحيها لكن مش بتصحى وبيروح ينام جنبها. وتاني يوم بيصحوا وبيتفاجئوا بصوت عيلتهم الاتنين بره، فبيدخل جيوي للبلكونه وبينط في اوضه سيتو
وبيعمل انهم بدلوا القوت بتاعتهم وبيخططوا لعيلتين للجواز، لكن جيوي بيقول لهم اننا مش صغيرين وان احنا هنخطط لنفسنا والجواز مش في خطتنا دلوقت، فبيسيبوهم وبينزلوا. وبنعرف ان شياو بينام في المختبر بسبب انه عايز يختصر الوقت ويذاكر هناك، لانهم في السكن بيقفلوا النور بدري، وعنده فوبي بتظهر نتيجة شيانا اللي بتنجح واخيرا بتتخرج، وكمان نتيجة فوبي اللي بيكون ناجح ومعدي النجاح كمان، وبيفرحوا جدا ان اخيرا هيتخرجوا. وعند شغل سيتو بيكون في ممثلة متكبرة كده بتطلب طلبات رخمة من سيتو، زي انها تجيب لها عصير وقهوة ومساعدتها جنبها اصلا، فبيقول لها الممثل سون انها اصلا كده هيتقال عنها في الاعلام انها متكبرة وضد طاقم العمل، وعلشان كده بتحسن المعاملة وبتعزمهم كلهم على العشاء، وبتجبر سيتو بالادب انها تشرب كتير. وبيلاحظ سون انها حاطة كاميرا في المكان، فبيحاول يوصل هو سيتو علشان ما تحصلهاش مشاكل وتتفضح بسببها، لكن سيتو بتكون بعت العنوان لجيوي اصلا، وبيوصل وبياخدها من هناك وبيعرفهم انها حبيبته وبيوصلها للبيت وبينيمها على سريرها وبيغطيها. وتاني يوم بتقوم مخضوضة لانها اتأخرت على الشغل، لكن جيوي بيقول لها انه اخد لها اجازة منه وبيكون عندها طفح جلدي من الكحول، وبيروح يجيب لها هو الفطار، وبتستفزه وبتقوله انها المفروض ما تتكسفش منه لانه زي اخوها، فبيحاول يهزر معاها هزار كده ملناش دعوة بيه يا موحي، لكنه بيدوخ وبيرجع، فبترجع تتريق عليه وبتقوله ان الفرق بينه وبين اخوها انه مش عالم ومش بيعدل في الاليات. وبعد شوية بيرجعوا ياكلوا تاني، وبتروح سيتو علشان بيكون عندها امتحان شفوي، وبعدها بتحضر مناقشة اطروحة جيوي وبتكون فخورة بيه جدا، وبيعزم صحابها على اكل غالي جدا لدرجة انه مش بيكون معاه ولا جنيه لاخر الشهر. وابو فوبي بيكون عازم الزميلة الكبرى لجيوي وابنه، وبيطلب سمك غالي جدا، وبيحاول فوبي يبوظ الميعاد لانه جواز مدبر، وبتقوله البنت انه مش ذوقه وما يعرفش يعني ايه احترام، وبتيجي شيانو بيقدمها لابوه وبيسيبه وبيمشي. وبيقضوا جيوي وسيتو لاخر الشهر الاكل على القد لانه بيكون مستني فلوس المنحة. وتاني يوم بيكون حفلة التخرج بتاعتهم، وبيلبسوا رسمي، وبتحاول سيتو تحط له الكرافتة بالغصب، وبرغم انها بتحطها مش مظبوطة الا انها بتحطها وخلاص، وهو بيحبها، وكلهم بيكونوا فرحانين. وبيروح جيوي المعمل علشان ياخد صورة مع اصحابه، وبيجي لاصحابها كلهم ورد الا هي، وده لان جيوي ما كانش يعرف انه لازم يجيب ورد. وبتشوف قرب تشيل جيوي لانها كانت عايزة تظبط له الكرافتة، وبتفضل زعلانة منه كمان علشان تشيب تجيب له ورد، وبيروح يتصوروا وهي بتتصور معاه بالعافية، لكن جيوي بيفضل وراها لحد ما بيروح يراضيها وكده يعني، وهي زي الهبلة بتتثبت وبتتراضى على طول. وبيرجعوا للبيت، وبنعرف ان المية والنور اتقطعوا بسبب انهم ما دفعوش الفاتورة، وبيرفض جيوي ان سيتو تدفع حاجة، وبيقرروا ينزلوا يلعبوا شوية، وبيكون جيوي تعلم يلعب كرة طاولة، وبيجي لجيوي فلوس المنحة، فبيروحوا يشتروا اكل وكمان بيدفعوا الفاتورة. وتاني يوم بيحضر شياو وجيوي للاختبار وبيحلوا كويس، وبتنتهي لسيتو من السكن. وبنعرف ان شيان هتروح تكمل دراستها في جامعة بعيدة عن البلد وهتبعد فترة عن فوبي. وبنشوف زميلة جيوي الكبرى بتتخانق مع شياو، وبتقول انها هتعرف الكلية عن انه بيبات في المعمل، وانه كمان بيقعد بالقطة بتاعته هناك لان دي عهدة وما ينفعش استهتاره، فبتاخدها تشي علشان تهديها. وبيتضايق منها جيوي وبيزيد عصبيته لما بيسمعها بتتكلم عن فوبي بطريقة وحشة، وبتقول انه مش متربي ولا محترم، ولما بيشوفها في المكتبة بيعرفها انه صاحبه وانها هي اللي متكبرة وما تربتش، وبيديها كلمتين حلوين، والاحسن ما تتنمرش على شياو لانه كان في مركز التأهيل قبل كده فبتخاف منه. وبيكون هو مبسوط وفرحان، وبينزل مع سيتو يجيبوا حاجات للبيت وبيجددوه. وتاني يوم لما بتوصل سيتو للمكتب بتقول لها جي ار ان اسم الشركة نزل على الاعلان، فبتفرح سيتو وبتقول فين اسمائهم، لكن بتتصدم لما بتعرف ان اتكتب اسم المديرة المسؤولة عنهم بس، وهما اللي كانوا طالع عينيهم في المشروع ما اتكتبوش. وبيعملوا اجتماع وبيعرفوا من المديرة انها حولتهم من متدربين لموظفين دائمين، كأنها بتسكتهم يعني، وده بيضايقهم جدا وبيخلي سيتو مخنوقة طول اليوم، وبتزيد خنقتها لما بتحس ان جيوي مش حاسس بخنقتها وعايز يقرب منها وخلاص، فبتبعده عنها. وبيقرر فوبي انه يعمل شركة خاصة بيه، لكن ميزانيته مش بتكون سامحة، فبيقرروا انهم هيتصرفوا وهيحاول يعمل اي حاجة. وبيحاول جيوي انه يلطف الموضوع معاها ويطمنها بعد ما بيوهمها ان في شبح في البيت،
وهي بتطمن معاه وبتحكي له اللي حصل في الشغل، وبيقول لها انه ممكن يخترق الويب سايت بتاعهم ويغير اسم المديرة لاسمها ومحدش هيعرف بالموضوع ده، فبتعترض ومش بتوافق لكن بتفرح باهتمامه. وتاني يوم بتظهر نتائج الاختبار وبينجح جيوي بتفوق على شياو ب19 نقطة، وده اللي بيزعل شياو وبيتوتر جيوي لانه معرفش اهله، والاكتر ان سيتو ما تعرفش لدلوقت فبيقول انه ده هيزعلها. وبتيجي سيتو لجيوي في المعمل وبتكون عايزة تشوف نفسها في البلطو بتاعه، وبتفضل تعمل نفسها عالمة كبيرة، فبيقعدها جيوي وبيقول لها على موضوع المنحة ومناقشة الاختراع وانه في المانيا وانه هيسافر خلال ايام وهيقعد هناك 6 شهور، وبيقول لها انه ما قالهاش علشان كان فاكر ان شياو هتتفوق عليه لانه ما كانش عنده وقت يذاكر، فبتحس انه بيحط الذنب عليها وانها اللي ما خلتهوش يذاكر كويس. وبيجتمعوا كلهم بالليل ومش بتكون مديه وش وبتعامله بجفاء جدا، لكنه بيحاول يعمل نفسه سكران علشان تهتم بيه، وبتوصله للبيت وبتسأله لو هو سكران، ودي اخر مرة تسأله، فبيعترف من اول ألم وبيقول لها لا، فبيعترف بغلط الرجل المحترم وبيقول لها انه اسف وانه طول حياته اتعود انه ياخد قراراته بنفسه، ويعرف اهله باللي عمله بعدين لانهم ما كانوش مهتمين يعرفوا حاجة، وبيوعدها انه هيغير كل ده علشانها طالما هي في حياته. وبيروح جيوي علشان يعمل تحاليل السفر وبيكون خايف من الحقن، لكن سيتو بتكون جنبه وبتساعده وبتهتم بيه طول الفترة اللي بيفضلها معاها في البيت، وبتفضل تعيط علشان هو هيسافر ويبعد عنها، وحتى في المطار بتحاول تطلب منه حاجات علشان يقعدوا مع بعض اكتر، لكن بيجي ميعاد الطيارة والاتنين بيزعلوا وهي بتفضل تعيط. وبتروح جي تو وسي ار يقدموا استقالتهم بسبب استغلال المديرة لمجهودهم وانها اخدت الفضل لنفسها بس، وبيكتبوا في الاستقالة ان المديرة شريرة جدا، وبيفتح فوق بيه الشركة بتاعته وبيكون محتاج فلوس وبيطلب قرض من البنك علشان يقدر يشغلها كويس. وبعد 6 شهور بيكون جيوي استقر في ألمانيا، وبتكون أم سيتو معاها بتهتم بيها لأنها تعبانة، وبنعرف إن سيتو قدمت على سفر وجيوي حاول يظبط لها الدنيا من عنده، وبنعرف إن في بنت في ألمانيا عايزة ترتبط بيه برغم إنها عارفة إنه عنده حبيبة أصلا. وبيعرف سون سبب استقالة سيتو بالصدفة وهو في الشركة بيقرر ينفذ خطة في دماغه، وبتشوف سيتو العقد اللي خباه جيوي منها، وفي الوقت ده بتقرر إنها تسافر، فبتمنعها أمها لإنها تعبانة، فبتقنعها إنها تروح تتجوز وتيجي، فبتحضر لها هي الشنطة بنفسها. ولما بيوصل جيوي السكن بتاعه بيلاقي حد نايم في اوضته، فبيروح لشريكه وبيقول له ان حبيبته نايمة مكانه، فبيفرح جدا لما بيعرف انها سيتو ومش بيرضى انه يزعجها، وبيفضل باصص لها وهي نايمة وبيشوف رسالة امها وهي بتقول لها الزواج مبارك، وبيكون مخطط للزواج منها، وبيحضر لها الفطار وبتقوم على صوت بنت، واللي بتكون نفس البنت اللي بتعرض على جيوي بانها ترتبط بيه، وبتنزل سيتو وبتقول لها انها حبيبته، ولما مش بتصدق بيقول لها جيوي انها مش حبيبته دي مراته، فبتأكد سيتو على كلامه وبتقول لها انها مراته وكمان حامل، وبيحكي لها جيوي كل حاجة بعد ما البنت بتمشي، وبياخدها على كنيسة واللي بيكون فيها قص بيطلوا وعود الزواج، وبتتصدم سيتو من الكلام وبيقبل جيوي بالجواز منها، وبعد شوية استعاب بتقبل سيتو برضه وبيتجوزوا، وبتعرف تشي وبتبارك لهم، وبتعرف ان جيوي مش نصيبها، واول مرة اشوف واحدة تقبل كده بسلاسة بدون مشاكل يا جماعة. وبياخد فوبي الكارد وبيفرح هو وشيان جدا، وبيتقربوا سيتو وجيوي اكتر واكتر بما انهم اتجوزوا كده. وبنعرف من جي ار ان سون اخد استقالة سيتو ونشرها عندها، والمديرة اتحولت للتحقيق والاعلام كله بيتكلم عنها. وبعد ما بيوصلوا البيت في الصين بيقرروا انهم هيكونوا في اوضة واحدة، وبيقدم جيوي على الجواز القانوني في الصين، وبيعرفوا اهلهم بالجواز وبيكونوا فرحانين جدا بيهم. وبيقول جيوي لابو ان سيتو اكتر واحدة بتفهمه ومش عندها مشاكل في كلامه العلمي وافعاله، وده بيفرح ابوه لانهم متفاهمين. وبتفضل سيتو تدور على شغل وبتحاول تشوف اكتر من شركة، وبنعرف ان شيان بتساعد فوبي في شركة لفترة محدودة، وبعدها هتسافر تكمل دراستها برا، وبتعمل ام جيوي ليهم اكل وجمبري، وبتحاول سيتو تغيظه وبتقوله انه بيتحسس منه والاحسن ما يكلوش، وبتكون عارفة انه كان بيحبها من اليوم ده وكان بيكذب علشان بس هي تاكل، وبتفضل تضحك عليه لانها عرفت سره. واخيرا بيعرض فوبي على شيان الجواز وبيقول لها هيكون افضل لو اتجوزوا، وبعد ما تكمل الدراسات يتمموا الفرح، وبيفرح جدا بيها وبيجهز جيوي بالبدلة السوداء، وبتنزل سيتو بالفستان بتاعها وبيعملوا سيشن الفرح.
وبيقول لنا جيوي ان معدل ذكائه كان عالي جدا، بس بعد ما عرف سيتو اكيد قل، لانه بدا يعمل حاجات كتير غبيه، منها انه وافق على السيشن ده وخلاها تسوق برغم انه مش عارف هي بتعرف تسوق ولا لا، بس هو راكب معاها في نفس العربيه. وبعد سنين بنشوف سيتو هي بتنادي على جيوي علشان يربط لها شعرها وهي بتعمل الاكل، وبنشوف ولد صغير حليوه كده بينادي عليهم باسمائهم، وده اللي بيصدمهم لانه بيكون ابنهم ومتاثر بانهم بينادوا بعض باسمائهم. وبكده بيكون خلص مسلسلنا، اتمنى يكون الملخص عجبكم لاننا تعبنا فيه جدا، واتمنى المسلسل يكون لطيف ظريف على قلوبكم الجميله. دمتم في حفظ الله، اشوفكم المسلسل الجاي، سلام.